كانت تفرض نفسها، ولو أن المدرب كان ممكن حتى يفكر بالتغيير. صحيح عصام لم نعتد على مثل هذا الأداء من قبل. ترتد من الحارس للمرمى. الهدف الثالث في المباراة في لقاء لن ينسى، إنه الهاتريك. كانت سهلة يا عصام، أعتقد حتى أنت بإمكانك أن تسجلها. قوة هالفريق تظهر لوحة النتائج أكيد. مثل ما كانت توقعات الجماهير والملاحظين، الفوز منتظر ومرتقب. بالفعل مباراة سهلة جدا للفريق المضيف، وهذا ينعكس في حصيلة الأهداف. شوت على المرمى. يا الله، لما ينوب القائم عن الحارس ويقول لا لدخول الشباك. مطالب